نهضروا ولا اللي كيكمي يكمي. هو راه كيعتمد على حاسة السمع والشم. الدراري عارفين هادشي كامل، غير كنذكروه ياك لاقشو كذا اللي تذكير. منين يجي الحلوف عندك جا عندك في هاد الاتجاه ضربه، في هاد الاتجاه هكا ضربه، في هاد الاتجاه ضربه، هو يقرب يفوت بيناتكم الصياده ما تضربوش. راه السلامه هي كلشي. حنا الا مشينا سالمين وجينا غالمين هذاك هو النشاط. ومنين يفوت عندك الحق عاود تضرب. المهم الانسان خص يكون مركز. هو حنا دابا شنو كنتعلموا في هاد الاحاشه؟ كنتعلموا الصبر والتركيز. والنقطه الثانيه عاود كنجيو نقصوا هاد الحلوف شويه على الفلاحه هذا ما كان، وكنترفهوا بيناتنا ونضحكوا. وهاد السياده راه كتلاقينا ونطلبوا الله السلامه. وعمي المختار هذه زوج واحد المعروف بلاتي بلاتي نقولوا هذا شباب. كما قال الاخ السي محمد، هادشي كلشي اللي قال لكم راه في الصالح ديال السياسه، السلامه ديال الاخوان كامل. نعم اسيدي. الانسان باغي رياضه ويبدل الجو شويه وهذه باش الانسان كل شيء سلامه، كل شيء على خير وبخير، ونمشيو بحالنا بنينا على خير وبخير ان شاء الله. الواحد لا داز الحلف ها وداز كيما. المهم هاد النصائح اللي عطاكم وداك الشيء راه في بلاصه المستوى بلاصه الانسان. واحد لونغل ديال 36 40 دوغري هكا ضرب فاتك ولا هذه خلي تجي فرصه خلي يبوس مره اخرى. وواحد النقطه السي الزرق، الا جا الحلوف عند صاحبك انت ما تضربوش، حيت هذاك الا ضربتيه من الفوق كتضيع له التركيز هذاك اللي شاد فيه. ما تتحركوش من بلاصتكم الله يحفظك. ما ضربتيش انت غادي يضرب واحد اخر في لي تراك اخرى ان شاء الله. فهمتي؟ ما تتحركوش. اللي كان الا كان لاصق في الحلوف ما تضربوش الحلوف. وغير يقلوا يقربوا الحياحه عند القناصه صافي القناص غادي يخوي الجويجي. صافي يعني صافي لي تراك سالت. وكل واحد يلتزم الاخر المسافه ديالو اللي بينه وبين صاحبه يلتزمها، والسلامه هي كل شيء ان شاء الله. ان شاء الله. باش المسافة السي عادل باش ما تعاودليش ما تضربوش اخويا ما تضربوش ما تضربوش حسس الحياة اشو هادي خايف كاين رجل غير بيغار مرحبا مرحبا باش ترمي غاس قيم ترمي غاس قيم وني غير غنيرف وني غير غنيرف وني غير غنيرف واحد الكلمه لازم ترمي واحد الكلمه لازم ترمي واش نديرو بوست واد واد مع ذاك الواد اللي فيه الجد يقدر يطلع حتى الشيء وانا الجماري مثلا من واحد حتى العشرة
اق شوانش شوانش هذه هو راكم على قليل يز ردوينه دي جزاك سيدي ديار